كم صديق خذلك؟ رقم انطيني. كم صديق خذلني؟ انا يعني اذا احسب الاصدقاء العدد ماكو رقم اسمه او. ما بس عندي صديق واحد بس بحياتي. من وين؟ ذاكره باكثر من لقاء يعني. علي محسن؟ لا لا لا، انا كفنانين يعني. اسمع لي بابا، بالفن ما عندي ولا صديق. زملاء عمل. لا، من صديقك؟ صديق طفولتي عندي حسام الاسدي فقط. حسام عدنان قعيد زاجي، يمكن زاجي جدا اسمه الاسدي. اي هذا صديقي واخويا يعني، هقد ما صديقي واحبه حافظ اسم اجداده. زيد الحبيب خذلك؟ بصراحه هيبت. انت منين تجيب هاي المعلومات؟ زيد مو خذلني، زيد قهرني. ليش؟ قبل كم سنه صار عندي مشكله وفصل عشائري. يعني كان عندي مشكله ويا ناس ولازم افصل عشائريا، وكنت في وقتها متضايق اصلا، كنت قاعد بلا شغل لانه كنت تعرف اللي صار عنده مشكله عشائريه ما يقدر يشتغل. بعد سيارتي وسياره اهلي و يعني تاذيت كلش. ففي فترتها صار علي الفصل العشائري، وصار علي انه انا ملزم بفلان تاريخ لازم انطي فلوس. فوصلت فلان تاريخ ما عندي، يعني عندي كم فلس. فقلت اقرب الناس الي رأفة البدر، تحياتي له ابو بدوري، خابرته. فقال لي القاصه يمك، شوف ايش قد بيها اخذ، اكو قاصه عنده بالبيت. فكان بيها مبلغ اخذته. خابرت نور الزين، تحياتي له نور الزين حبيبي. كان دي يسافر دي يطلع للمطار بالاستوديو، هو دي يطلع للمطار. فقال لي بجيبي راح اعطيك هالقد مبلغ. يعني ما نذكر الارقام، انما نطع يعني. كان عليك الفصل كبير بين المبلغ. نطع مبلغ نور، ذب لي اياه شخص ويانا بالقناه موظف. قال له هذا المبلغ طيل هيبت. قال لي واذا احتاجيت انا رايح لبيروت احاول ادبر لك، كم ادز لك نور. فخبرت قلت اقرب واحد لي بعد زيد، لان زيد مو صديقي هسه، صديقي من قبل 30 سنه. نعم. قبل الفن قبل الفن وين يا فن؟ يعني قبل يعني. زين، طلبت مساعدته طبعا. هي قلت له هيك موضوع وكذا. فقال لي خلاص لا تكمل، تم. بالضبط قال لي تم. خلاص لا تكمل، تم. فأمنت انه انتهى الموضوع عاد. خابرته ورا ساعتين حتى اشوف شو وين اروح له اخذ المبلغ. ما يجاوبني مره مرتين، فقلت بعد ما خابره يعني ما يحتاج. قصدي تم التغليس مثلا او شيء. بالضبط. فبوقتها يعني انقهرت من عنده، يعني ما تسوى لو قايل لي ما عندي، لو قايل لي. خاصه لظروف بوقتها او يعني فد سوء فهم. لو كان ظرف لا تقول لي تم وتاملني، قول لي ما عندي. اي شيء قول لي ما انطي عادي، بس لا تامل يعني، لا تقول لي تم وبعدين لوش شو تريد اضل ادق عليك؟ ما شفته بعدها او ما حلوه بحقي، اشوفه وسلمت عليه وعادي بس بنظري انه هو ترى الامانه ما تحكي بالموضوع، بس انا هالقد ما نخبش بقى بنظري يعني. بقى لي زميل عمل لكن الصداقه راحت. طلع من حياتي كصديق، صار زميل عمل. حال اي فنان طبعا، كل الفنانين يدرون هذا الموضوع. انا كلهم بوجههم اقول لهم احنا مو اصدقاء، احنا زملاء عمل. صحيح، مو شرط تكونون اصدقاء.